تلميذه اولى بكالوريا في شعبه علوم تجريبيه خيار فرنسي، سن ديالي 16 سنه. وهذا النهار اكتشفت بلي انا حائزه على اول المرتبه الاولى في الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه بمعدل 1965. وانا كنت متوقعه بلي غنجيب نقطه مزيانه، ولكن كانت فوق التوقعات ديالي. انا ماشي من الناس اللي كيقراو النهار كامل. الوالدين ديالي كيشكلوا الدعم اول حاجه، ثاني حاجه هي التحفيز والمسانده. المدرسه العموميه ماشي بداك السوء اللي حنا كنتوقعوا، بالعكس مزيانه. اول حاجه كنت فرحانه بزاف، وفكرت حتى في العام اللي جاي انه غيعطيني دفعه معنويه باش نخدم حتى العام الجاي. وانا كنت متوقعه بلي غنجيب نقطه مزيانه، ولكن كانت فوق التوقعات ديالي. توقعتي انك تجيب الاولى في الجهه؟ لا ما توقعتهاش. ما توقعتيش تكون الاولى في الجهه؟ كنت كنتوقع انها غتكون هيدا 19، ولكن الفصيله الحمد لله سقطت كبيره. انا ماشي من الناس اللي كيقراو النهار كامل، كان عندي بزاف ديال الانشطه اخرين كنعملهم في حياتي، ولكن اهم حاجه هي الاستمراريه في الدراسه. يعني الا كنا كل نهار نقراو ساعه وغنمشيو على هاد الرتبه بواحد المده طويله، فهادشي غيعطينا نتائج احسن من انك تخدم في اخر شهر وتحرم راسك من لي زاكتيفيتي اخرين. هاد العام كان نظام دراسي مريح، لانه كنا كنقراو اما في الصباح اما في العشيه، بالتالي كنقراو الماكسيموم 4 ساعات وكيبقى لنا النهار كامل خاوي. هادشي كيعطيك فرصه فاش تينا تقرا في الدار ديالك وتخدم وتعمل التمارين وتعمل الجهد راسك مع راسك، وكيعلمك الاعتماد على النفس. فاش كنت كنجي مقرايه كنرتاح، كنتغدى، كناكل شي حاجه، وكنعمل لي زاكتيفيتي ديالي، وكنخصص واحد جوج ساعات هيدا في النهار وكنقرا فيهم. كنتعلم اول حاجه كيعجبني نكتب الكتابه، وهذا الشيء فادني في الجهوي. وكيعجبني الانفوغرافيك ديزاين، حتى هو كنتعلم له، وصافي هادشي اللي كاين. وكيعجبني عندي هوايات اخرين، كنتفرج شي حاجات. شنو هاد الحاجات؟ كنتفرج كره القدم. كنشوف كرة القدم، ملاعب كرة القدم. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين، يعني فيها الصفحات المزيانة وفيها الصفحات اللي ماشي مزيانة، وعندها تأثير سلبي وإيجابي، ولكن صاحب القرار هو أنتينا اللي كتختار أي تأثير بغيتي تاخذ. أنا بالنسبة لي المواقع التواصل الاجتماعي فيها واحد الخطورة، لأنك تخليك تستهلك بزاف ديال الوقت بلا ما تحس براسك. وشحال أنتينا كتستهلك الوقت؟ تقريبا جوج ساعات، يعني اقصى حاجه بين مواقع التواصل. كيعجبوني لي باج ديال الانفوغرافيك باش كنستلهم منهم. كنتابع حتى صفحات ديال الكاتبات على الانستغرام، وكنتابع كتعجبني واحد الصفحه اسمها ميس افروديت، كاتبه جزائريه كنتبعها. وكنتابع حتى الصفحات ديال التحفيز، الصفحه ديال الناس اللي كينشروا الفلوغز وداك الشيء ديالهم الدراسه، يعني خاص بالدراسه. كنفكر في جوج مجالات، اما الطب اما الهندسه، واخا هما كيبانوا شويه بعد على بعضياتهم، ولكن هادو هما اللي كيعجبوني وكنقرا فيهم. على حسب، الا كنت في المجالين بغيت نقدم افاده في احد المجالات اللي غنكون فيها، يعني اي مجال علمي كان نحمل انا نزيد شي حاجه من عندي. مثلا الا كنت في المجال الطبي نبدع في المجال الطبي، نساعد تينا العلماء والاطباء. ولا كنت في المجال ديال الهندسه حتى هي بغيت نبدع فيها ونقدم فيها شي حاجه جديده ومتميزه. الوالدين ديالي كيشكلوا الدعم اول حاجه، وثاني حاجه هي التحفيز والمسانده، هاد الحاجات الاساسيين اللي كيحتاجهم كل طالب في المسيره ديالو. المدرسه العموميه ماشي بداك السوء اللي حنا كنتوقعوا، بالعكس مزيانه. المدارس كاملين اللي عندهم سمعه عاليه هنايا في طنجه هما مدارس عموميه ماشي خصوصيه، زائد ان المدارس الخصوصيه ديجا قريت فيهم حتى السادس وعرفت النظام ديالهم شويه كيخلي الانسان ما يعتمدش بزاف على راسو، بينما في العمومي واحد كيعتمد على راسو اكثر. قبل سيمانه كنت مساليه المراجعه تقريبا، ويعني كنعمل غير امتحانات ديال الجهوي امثله ديالو باش نستانس مع الاجواء ديال الامتحان. بشكل عام خاص قبل 3 شهور الانسان يبدا المراجعه. الامتحان الجهوي هو 3 الحاجات: معلومات اللي خاصكم تحفظوها وتضبطوها، مهارات حتى هي شي حاجه مهمه بحال مهاره انكم تكتبوا برودكسيون كريتو هاد الحاجات، وثالث حاجه هي الثقه والشعور المعنوي، يعني الطاقه المعنويه ديالكم تكون عاليه فاش كدوزوا امتحان. حنا بعدا في المدرسه ديالنا عبد الخالق طريز ما كانش ابدا حاله غش، لم تضبط اي حاله غش في المدرسه، اضافه الى انه التلاميذ كاملين خرجوا فرحانين، المعنويات ديالهم عاليه، ما كان حتى شي واحد زعما غيبكي، ما كان حتى شي صراع بين الاستاذ والتلميذ او شي حاجه تم ضبطوها في داخل المدرسه، ما كاينش هذا الشيء، والمفروض هكذا خاص تكون المدرسه. كنشكر الاطر التربويه والاداريه ديال مؤسسه عبد الخالق طريس، والاساتذه ديال جميع المواد الدراسيه قدموا لنا الدعم، عاونونا اي حاجه احتاجيناها كنمشيو كنطلبوهم كيساعدونا باقصى ما يمكن، داكشي علاش كنشكرهم.
وكان يصابر باللي النتيجة اللي وصلت لها هي جزء من العمل ديالهم حتى هما. صراحة فرحت بزاف. نقزت غلطت ولا ما عملتش اللي كنت متوقعها؟ لا فرحات بزاف حتى هي يعني نقتها و... الحمد لله الحمد لله. صراحة المهم تعطيها الراحة تخليها تخدم و... وتجتهد. هي راه راسها كانت تبغي تخدم غير واسمو يعني هذا العام بزاف كاع. احنا اصلا في الاول كنا باغين واحد الاتجاه لا يعني للاب ديالها، ولكن هي ما بغاتوش رفضاتو صافي عطينا التقني. كانوا باغيين التقني، احنا كنا باغيين داكشي ديال التقني، ولكن هي ما بغاتش. هي كانت باغيه في الاولى تتبع داكشي ديال الطب، عرفتي كانت مولوعه بداكشي ديال الكتوبه وديال الطب، واي حاجه كتقراها ديال الطب كتمشي تبحث في الانترنت تقرا، المهم اي حاجه تقدري تسوليها على الطب وداكشي كتجاوبك عليها، كتهبل على الطب كتقول لك صافي انا خصني ندير الطب. وخليتو لها صافي وخلينا لها المجال، قلنا لها صافي يعني انت يا يعني انت عمرك ما منعتي عليها شي حاجه؟ لا لا ما ك... لا نهائيا ما كتقوليش صافي زول ديك التليفون صرت تقرا في راسك لا نهائيا يعني ما عندكش المعرفه. لا لا الحمد لله. اول اتصال كان اتصل بيا المدير الاقليمي وكيهنئني وقال لي وصلنا قدام، قلت له انا كنت ديك الساعه خارج في الدار يا هذيك، قال لي كتوصل للدار اعطيني هضر معاها. اول حاجه من جيت لهنا عطيتها يهضر معها. فرحتي؟ لا الفرحه كانت كبيره. لا انا عندي الثقه التامه في البنت ديالي، لكن انا باش جات الاولى في الجهوي هذا هو اللي زادنا طمأني على المؤهلات ديالها ان شاء الله. انا عندي في لا ليسونس في لا فيزيك اوبسيون الكترونيك. اول حاجه كنت نقولها للبنيه ديالي هو كنقول لها ودي حولي ما امكن عندك الفرنسيه وعندك العلوم، هادشي اللي كنت كنتباز عليه يعني. عندك الرياضيات والفيزياء والفرنسيه والاس في تي. انا كنت ندعمها بزاف سيرتو في الرياضيات والفيزياء، وغالبا عندك ثلاث سنين الاولى في كيقولوا في الخصوصي، حيت هي قرات حتى السادس في الخصوصي. انا تبازيت عليها في السنوات الثلاث الأولى والثانية والثالثة في الخصوصي. بعد ذلك يعني لقيتها بأنه هي ممكن تعتمد على نفسها وخليت لها هي المشوار. خطرة كتسولني وكنجاوبها. ضروري أي واحد كيسمع بأنه بنتي جات هي الأولى في الجهوي ضروري عادي. الجهوي في الجهة. الجهوي في الجهة، يعني أنا ما يكون إلا فرحان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.